الوالد كان الله يرحمه كان عنده محلات، كان عنده مكتبة اسمها مكتبة الحسين في شارع عبدالله السالم في سكة الصوف، في سكة الصوف قبل ساحة الصبة تقريبا كانت هناك، وكان اختصاصها كتب، مجلات، قرطاسية، من جميع يعني من جميع الأدوات المكتبية والقرطاسية. كانت تعد ثاني مكتبة في الكويت. بعدين تحول الوالد الله يرحمه لسوق الجدي في داخل الشويخ. أما بالنسبة لي أنا طبعا إذا قدمنا إلى الكويت في سنة 1967 وسكننا في المرجاب في حوش عربي، لا كان في مكيفات، لا كان في أي شيء، كنا ننام فوق السطوح، وكان ننام طبعا في الغرف في وقت البرد، وقت البرد والشتاء كنا في الغرف، ولكن ما كان في دفايات تقريبا إلا قليل جدا. بالنسبة للمي كيف كانت تحضر لنا؟ المي كانت تحضر عن طريق تكرموا حمار بجور عربانة تنكر صغير، وكان يقول ماي ماي ماي، فإحنا كنا إحنا كولاد صغار كنا نطلع ونقول له يا عمي تعال ويعبينا ماي في براميل براميل حديق براميل. وفي نفس الوقت كان كيف يحاسبنا الحساب، كان يحط على الحيط شحطات بدال الدفتر وقلم، او بدال شو اسمه حاليا كما هو معلوم، كان يحط على الحيط شحطات بتبشوره كذا تاخ كذا، في اخر الشهر يجي طبعا يحاسبنا. كانت تقريبا التنكر المي تقريبا بمعادل، مش بالربيه مش متذكر بالربيه كم، ولكن بمعادل في الكويت حاليا يعني تقريبا ربع دينار تنكر. طبعا دخلت المدرسة أنا في 68، كان عمري تقريبا 8 سنوات لما جينا على الكويت. دخلنا على الكويت في 67 وفي دخلت المدرسة في 68، أول مدرسة بتذكرها لحد الآن مدرسة الكويت الخاصة، سجلني الوالد فيها الله يرحمه، قعدت فيها حوالي سنتين أو 3 سنوات تقريبا. بعدين تحولنا إلى مدرسة خالد بن وليد في حولي، بعدين انتقلنا من سلمية لحولي. هذاك الوقت كانت المدارس أحلى منها ما في، كان يوزعوا علينا الحليب، كان يوزعوا علينا الشوكولاتة، كان يوزعوا علينا الفطور الصبح والغداء الظهر. كان أجار البيت في هذاك الوقت 35 دينار، في السلمية كان 15 دينار، لما نقلنا على الحولي 35 دينار كان أجاره. حتى أنا قلت للوالد يابا غالي، قال لي 35 غالي، قلت له آه غالي، كان فيه ب15 وب20 وإيش بيوت بسم الله ما شاء الله عليها. بالنسبة لنشكر الكويت أول شيء على ما قدمته لنا إحنا كجالية فلسطينية أو أردنية، الله يديم على الكويت الاستقرار والأمن والمحبة وكل شيء خير وسعادة.